استفاد الام، كنت يعني ناوي اطلع عمره ان شاء الله على حسابي. مش هجيب منين يعني؟ اجيب منين؟ انا جبت لها اوريدي بوت. هجيب لها ورد. مش هجيب لها حاجه. شنطه زي كل سنه. انا جبت لها ساعه وجبت لها شنطه، هي كانت نفسها فيهم فكان لازم اجيبهم. ممكن اي حاجه البيت يعني زي باق كده يعني. ممكن لبس، ممكن شنطه. اشتريت لماما هديه، شنطه عشان تخرج بيها وكده. لسه ما قررتش. هجيب لها شوايه كهرباء. هجيب لها طرحه. هجيب لها كيسين سكر كده حلوين وكيسين رز. نية تعيش يعني عشان ناكل اي حاجه يعني على حسب ما افكر، بس لسه اجيب لها حاجه سبيشال اكيد يعني. لسه ما فكرتش، بس حاجه من الهدوم غالبا. ممكن اجيب لها شنطه مثلا هي جديده. هجيب لها شوكليت. وانا صغيره كنت بكتب لها حاجات كده في المدرسه بقى، وكروت بقى وشغله كي جي 1. الورد اللي هو البلاستيك كان بيتباع في المدرسه في الكانتين. مره مج ومره جبت ورده، مره جبت كارت كده صغير كان مكتوب عليه كلام، ظرف كده وعليه كل سنه وانتي طيبه يا امي بقى والكلام ده، وفي تشكيل بقى، هي ورده بلاستيك كده وخلاص. كنا بنعمل لها ورق كده في المدرسه، شكرا يا امي، ونعمل لها ورده كده بفويل وبتاع، بس كانت بتنبسط يعني. كنت بكتب لها كارت كده كل سنه وانتي طيبه يا ماما، وهي بتحطه بقى عندها تحت المكتب. والله وانا صغير كنت باخد منها فلوس عشان اروح اجيب لها حاجات يعني. هي الحاجات دي انا مش فاكرها قوي. تجيب لها ورد البلاستيك اللي ب 2 جنيه. كان عندنا في المدرسه كانوا بيبيعوا اللي هو الورود الحمراء الصغيره دي، كنت بجيب لها واقعد اكتب لها على الكارت الصغير ده. تجيب ورده طعم كوبايات العاديه. كوبايات. وانا صغيره كنت بجيب لها كوبايات، مش عارفه ليه كنت بجيب لها كوبايات على طول كل سنه. كوبايات كوبايات زي التقليدي، الورده البلاستيك المعفنه دي اللي ب 2 جنيه. شوكليت باكلها. لا بحبك يا احلى ام في الدنيا، وببعت لك بوسه من هنا. سنة طيبه حبيبتي، بحبك جدا، ربنا يرجعك لنا بالسلامه وربنا يخليك لينا. شكرا شكرا يا امي. بحبك. ربنا يخليك ليا، وانت اللي وقفتي جنبي طول حياتي، ومفيش كلام يعني يقدر يوصف حبي ليها يعني. كل سنه طيبه يا امي. سنة طيبه يا امي. انت هنا من اغلى الناس، اغلى حاجه عندي بعتبر يعني، وما اقدرش اعيش من غيرها. يا سنه طيبه، ربنا يخليكي لينا يا احلى ام، ويديم عليكي يديمنا عليكي نعمه، وتفضلي احسن حال وصحه ان شاء الله. كلها كل سنه طيبه، وانت اغلى حاجه عندنا يعني ان شاء الله. ماما بحبك جدا 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 جدا. كل سنه طيبه. ربنا يخليكي ليا وبحبك قوي. لا هو يعني لو انا عايزه اقول لها هقول لها حاجات كتير قوي، بس انا مش هقولها غير ان هي ربنا يخليها ليا يا رب، ما يحرمنيش منها ابدا. ربنا يخليكي ليا احسن ام في الدنيا. كل سنه انت طيبه يا مامي، وربنا يخليكي ليا. بحب اقول لها ان هي اغلى حاجه في حياتي، ومن غيرها انا ما بقاش عاصم او ما بقاش حاجه يعني. بحبك يا ماما قوي. لا بس انا عملت لها حاجه، رسمت لها بورتريه عجبها جدا. مش عارف ايه يا شباب حكايه الورده البلاستيك يعني كذا حد يقول لك انا هجيب ورده بلاستيك وانا مروح النهارده. شفنا الشباب وشفنا في واحده عجبتني جدا بتقول انا هجيب حاجه سبيشال اول ماما يعني النهارده هتجيب حاجه سبيشال جدا وحاجه ما حصلتش. اهم من الهديه تظبيط الهديه، اهم من الهديه ان احنا ننسق الهديه دي واحنا بنقدمها لامنا النهارده. لكل واحد راجع البيت بيقدم هديه، الورود من الهدايا الجميله جدا احنا بنتهدى بيها في المناسبات دي، وجمال الورود كمان انه بيشيل يعني بيحمل مشاعر جميله جدا. وغير كده فكره ان انا اقدم الورد بشكل مختلف، اعمل له تنسيق كده مختلف، وده فن على فكره. وممكن يبقى معايا ورود جميله جدا والوان كتيره جدا، لكن مش عارف احطها بشكل منسق. مش هنطول على حضراتكم النهارده، اللي حابب تبقى هديته هديه ورد او اي هديه تانية، هنتكلم سريعا عن فن تنسيق الهدايا، تظبيط الهدايا مع المهندسه ايتن سويلم خبيره تنسيق الزهور. منورانا ومشرفانا في صباحنا. كل سنه كل سنه وانتم طيبين. كل سنه كل سنه وانت طيبه واهلا بيكي. بصي احنا مش هنتكلم خالص، عايزينك تشرحي لنا بقى بسرعه. أيوة، علشان اللي عنده هديه دلوقتي هيركز ويبتدي بقى يشتغل. طيب احنا السنه دي عاملين حاجه مختلفه، عاملين البوكيهات الورد حاطين فيها شوكليت وكاتبين فيها كلمه مام. عاملين البوكيه بدل ما يبقى في اي كونتينر في اي حاجه حامل يعني عاملينه في مج مكتوب عليه مام مع
هندي هديه لحماتي لجدي لجدتي، لان احنا ما بنعتبرش عيد الام بس للام، يعني في طبعا. ناس امهاتها مش موجوده، في ناس عمتها مهمه في حياتها، خالتها، حماتها. انا اولاد اختي قالوا لي كل سنه طيبه، انا خالتهم. ايوه بالظبط. فاحنا بنعتبره عيد للاسره كلها، فبنقدم لهم كلهم هدايا، يعني زي ما احنا شايفين كده المجز مكتوب عليها جرانبا وجرانما وعمتي حبيبتي ومام، وكل كادو منه بنحط فيه شوكولاتة، نحط فيه حاجة الأم بتستخدمها في حاجات. لا بس انت جبت لنا فكرة مهمة جدا، ان هو الواحد ما يجيبش هدية لمامته بس، يعني يجيب هدية لخالته لعمته. يعني بابا يا جماعة فين بابا في الموضوع؟ والأب موجود. مفيش داد. لا في في بابي هنا في في موجود. التكلفة بقى، التكلفة ممكن تكلف قد ايه؟ لان احنا بننزل بنشتري هدية نلاقي ندفع قد الهدية في لف الهدية، في تظبيط الهدية. تظبيط الهدية. هقول لك حاجة، انت على حسب البادجت اللي انت حطاها، او انا عامله حسابي ان انا المره دي ظروفي الاقتصاديه مش مظبطه قوي، فهجيب حاجه في بمبلغ معين، يعني قليل او كتير على حسب ما انت تشوفي. بالمبلغ ده بشوف انا هجيب مثلا ورد وهجيب مج وهلفهم بكذا، واروح للشخص اللي هيلف لي الهديه، او لو انا هعملها في البيت، لان سهل جدا ان انا اعمل كاندي مج زي ده. انا بجيب حته فل من اي فل عندنا. أيوة. من اجهزه كهربائيه وبقطعها على مقاس المج، وبجيب الشوكولاته، بجيب بس مش هينفع نحط فيه ورد طبيعي، يعني الورد الطبيعي ما ينفعش، مش هيشرب طبعا من الفوم الستايروفوم اللي هو الفوم الابيض ده. لو هنحط، لو هنعمل كاندي مج هنجيب الفوم الابيض ده، وهنجيب الشوكليت او يعني زي ما انا عامله هنا، حاطه مثلا حاجات المبرد والمقص الصغير، حاجات الضوافر بتاعه الامهات. حلوه دي، فكره حلوه. بنلزقهم من ورا بالستيك بتاعه الشيش طابوك اللي هي موجوده في البيوت كلها، وبنبتدي نحطهم بنفس فكره، عارفه طابور المدرسه الطويل ورا والقصير قدام. بنبتدي نرصهم الطويل ورا والقصير قدام، او التخين برضو اللي بياخد جدا. طول عمري كنت طويله بقعد في اخر صف، وانا كمان. وبعدين بنفضل بنعمل خلفيه الاول، طبعا لازم يبقى في خلفيه عشان تبين لي الشغل اللي انا عاملاه ده. وبعدين باجي لحد الاخر خالص ما بينش بقى الفوم ده، بس سواء زودت بحته من الجلاد اللي انا مستخدماه، زودته من قدام، او يعني القصه ما بتبقى سهله قوي. وبعدين مش لازم اجيب حاجات غاليه قوي، هي الفكره كلها في المعنى. طب. نفس الفكره لهدايا المدرسين، لان في ناس كتير جدا بتدي هدايا للمدرسين. طبعا سواء الفصل كله اشترك او التلميذ لوحده، ممكن يعمل بيرسونلايزد مج، او يعني مج باسم المدرسه. جميل. وبنعمل بنحط بقى، بدل ما نحط حاجه الضوافر والكلام ده، بنحط حاجه اللي بتستخدمها المدرسين، مسطره وقلم وماركر وهايلايتر والكلام ده كله. احنا شفنا في التقرير سريعا كده بيقولوا الشباب هجيب ورده بلاستيك، مش عارف سالوا واحده برضو قالت انا هجيب ورده بلاستيك وانا مروحه. فانت واحنا بنسمع التقرير مع بعض استغربت شويه موضوع الورده بلاستيك. مش محبذ الورد البلاستيك ده؟ لا بلاش، يعني ولو بلاش طبيعي، ولو يعني طبيعي لو احسن من جبس وست التضرر اللي طالع على لا يعني ملوش لازمه خالص. طبيعي مهندسه الالوان ايه؟ يعني بلاش البلاستيك، ايه الالوان الحلوه الأم الجميله؟ الام بيسعدها اي لون ورد، بس يبقى ورد طبيعي. يعني اصل احنا مش لازم نروح نشتري ورد بارقام مرعبه. طب. احنا ممكن نروح لاي محل ورد نقول له والله انا معيش غير 20 جنيه، انا عايز وردتين حلوين. مش لازم خالص اجيب لها ورده بلاستيك زي اللي كانوا بيقولوا عليها اللي ب2 جنيه دي، ليه يعني؟ دي امي هستخسر فيها ليه؟ احنا مش هنستخسر في الام. وبنشكر حضرتك لان احنا وقتنا للاسف انتهى. مهندسه ايتن سويلم خبير التنسيق الزهور، اخيرا بقول لحضرتك كل سنه طيبين، ولازم كلمه مهمه جدا، واخفض لهما جناح الذل والرحمه، وكل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. صحيح. انا عايزه اقول لمامي معلش، كل ام طيبه وكل اب. عايزه اقول لمامي كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي ليا. ربنا يخليها لك يا رب. كل سنه وكل ام مصريه طيبه، ربنا يخليكي وشرفتينا. عيد ام يا رب كده كله سلام وسعاده وخير. ربنا يخلي امهاتنا جميعا ويغفر لامهاتنا اللي رحلوا وغابوا. اشوفكم على خير، وبكره حلقه جديده ان شاء الله.